أهلا بكم مشاهدينا. قال الشيخ السيد عسكر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون يقضي بتجريم عرض المشاهد الإباحية على القنوات الفضائية، ووضع عقوبات رادعة على القناة التي تعرض هذه المشاهد التي تخدش الحياة. تصل هذه العقوبات إلى إغلاق القناة وحبس صاحبها لمدة تصل إلى 5 سنوات. تأتي هذه التصريحات لتنقل أو تفتح مجالا كبيرا من التساؤلات، منها يتعلق بصعود التيار الإسلامي وانفراده بالأغلبية في البرلمان، وإلى أي مدى سيؤثر ذلك على حرية الفن والإبداع. للحوار حول هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد العدل، منتج سينمائي وعضو مؤسس لجبهة الإبداع، أهلا بك. وأيضا أستاذ جمال سلطان، باحث إسلامي ورئيس تحرير جريدة المصريون، أهلا بك. أبدأ معك دكتور محمد، وهذا القانون كيف تنظر لمناقشة أو فتح مجال الكلام عن هذا القانون أو عن هذا الموضوع في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها مصر؟ كويس أوي إنك قلتي في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها مصر. أولاً أنا بعتقد أن اختيار بعض القضايا اللي بيفجرها أعضاء مجلس الشعب ونوع من أنواع التعبير عن العجز عن مواجهة القضايا الحقيقية الموجودة لدى الشعب المصري، وهو نوع من أنواع التفجيرات بالونات كده في أماكن مختلفة مع بعض الأزمات اللي موجودة أوريدي في الشارع، كل ده يخلينا تعالى نتحاور حول ده. أنا كنت متخيل الأستاذ سيد عسكر عليه أنه يقف يقول للحكومة أنت فين في أزمة البوتجاز وأزمة البنزين، والناس كلت ولا ما كلتش، هم بقالهم قرابة 100 يوم ما شفناش قرار ولا قانون طلع سوى محاولات البنت تتجوز إمتى، القانون الخلع بلاش، قصدي قوانين سوزان السيئة السمعة، قصدي لما جيهان قالت. أنا مش قادر أفهم، هو أنا اخترتك في مجلس الشعب كنائب عننا ويوم ما انتخبوا قلنا سواء كنا معاهم أو مش معاهم نحن ورا مجلس الشعب عشان ينقلنا نقلة مختلفة مجتمعية، مش عشان يقول لي المشهد ده وحش. وأنا قلنا من الأول الإخوان المسلمين خبراتهم طوال الكذا وثمانين سنة اللي فاتوا لم نرى لهم باع في مشروع اجتماعي. ممكن يدي الناس أكل ولحمة ورز وسكر وهذا ليس مشروعا اجتماعيا، ولا شفنا له مرة موقف نقابي مع العمال، ولا شفنا الكلام ده كله. كل اللي شفناه ليهم خلاص خبراتهم الأساسية كيف تمنع كتاب، كيف تمنع فيلم، كيف تناهض ممثل، كيف تناهض ممثلة أو كاتب، دي كل الخبرات. وعشان كده قلنا ان هتبقى دي خضراتهم وخبراتهم، وانا مش قادر افهم هيكتبوا دستور ازاي. استاذ جمال، بهذه الاجابه انتقل اليك. الملايين التي وقفت في طوابير طويله لانتخاب البرلمان وقفت من اجل مشاكل وقضايا واضحه، ازمه الغاز ساعتها، ازمه البوتاجاز، لقمه العيش، الناس عايزه تاكل وتشرب، هي وجهه نظر يطرحها دكتور محمد ولكنها ايضا ممثله في الشارع. هل هذا التوقيت هو التوقيت الامثل لطرح قضايا من عينه المواقع الاباحيه؟ هو طبعا انا اتفق مع المشاهد الاباحيه، انا اتفق مع الدكتور محمد في بعض ما قال واختلف معه لو يسمح لي في بعض ما قال. هو بطبيعه الحال انا شخصيا يعني لم اكن احب ان تطرح مثل هذه القضايا في هذه اللحظه الان، لسه بدري، لكن برضو خلينا يعني نكون يعني واضحين مع نفسنا وامناء مع نفسنا. احنا بنقول الملايين اللي اختاروا دول، الملايين اللي اختاروا دول لما اختاروهم احنا قلنا عليهم اختاروهم عشان الدين، اول ما قلنا كده قالوا دول يعني عشان نبقى الجنه والنار والكلام ده. دلوقتي بنقول لا، ده اختاروهم عشان ايه؟ اكل العيش وعشان الزيت وعشان الحياه والعلاج وكل الكلام ده صحيح. فانا لما اقول دلوقتي لازم اولا عضو مجلس الشعب انا ممكن اعذره في بعض المواقف، هو طبعا اتكلموا في ازمه البترول واتكلموا في ازمه التمويل، اتكلموا في المواصلات، اتكلموا في حاجات كثيره الحقيقه في البرلمان على الفتره القصيره اللي هي شهرين واسبوع تقريبا يعني. فلكن في النهايه عضو مجلس الشعب عنده قواعد جماهيريه لازم يرضيها برضه. ففي وسط زحمة المطالب الهيكلية اللي هو بيقدمها، هل وقفت هذه الجماهير تطالب بالمشاهد الإباحية أنها تتشال؟ ما هو مش لازم بقى، هل كان على قائمة الأولويات بتاعته قبل العيش والأكل والزيت ما هو خلاص والرز ما هو برضو والسكر؟ ما هو برضو الجماهير دي ما وقفتش تقول له الأكل والزيت وكده، هو خلاص أصبح مفوض بالذات عشان تقول كده. هو الجماهير اختارته كمرشح كممثل لها
على أساس أنه هو يعبر عن مجمل مطالبهم ومجمل أحلامهم ومجمل أملهم. الشعب المصري مش بس عايز يأكل ويشرب، لو عايز يأكل ويشرب ما كانش قام بالثورة دي. لكن الشعب المصري الثورة دي قامت أول حاجة فيها. لا معلش معلش، خلينا قامت عشان ال 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 قبل الحرية والكرامة. لا لا لا، إزاي؟ لو قال في قطاعات ضخمة جدا مما شاركت في الثورة دي من الشرائح الوسطى والعليا شاركت في الثورة، لكن هي مزيج يعني في القطاعات العمالية والقطاعات المهمشة والقطاعات المستضعفة دول قاموا، لكن في قطاعات تانية من الطبقة الوسطى وغيرها قاموا من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل العيش، من أجل، وفي من أجل قطاعات العيش للآخرين حتى بالضبط. صحيح، وفي ملايين برضو شاركوا في الثورة من أجل برضو القيم السليمة ومن أجل الحفاظ على الهوية ومن أجل كل المعاني دي. ما نستطيعش ان نسقط بعضها ونقول والله احنا انتخبونا عشان كذا، لا، هو انتخبوه عشان مجمل هذه الحاجه. انا اتفق معك ومع الدكتور محمد انه قد يكون الاولويه خاطئه الان، ما تطرحش دي دلوقتي، يعني في سلم اولويات اخطر بكتير من ان اتكلم عن، خاصه ان لما اتكلم في الاعلام المصري مساله المسائل المشاهد الاباحيه مساله مش مطروحه بشكل جوهري، يعني ما نقدرش خلاص ده قربوا يعملوا مشروع. لا لا، اقصد يعني ما اقصدش يعني ايه، ما عندناش الاعلام الفج بهذه الصوره الاباحيه. انا فكره بس اختاروهم عشان الدين. وكان الإخوان المسلمين والجماعات السلفية جاءت إلى مجتمع قريش لتنشر إليه الإسلام. نحن مسلمون قبل ما جماعة الإخوان المسلمين تتكون وقبل ما الجماعات السلفية تبتدي تبقى موجودة، إحنا مسلمين ومجتمع إسلامي ومجتمع يعرف قيمه كويس قوي. وبالتالي فكرة اختاروهم عشان الدين هذا ليس صحيح بالمرة، ولكنهم استغلوا بؤس وبأس الناس، صغر بؤس الناس، فابتدوا يدوهم اكل، ومن هنا بقول لك كان عشان العيش، ابتدوا يوزعوا عليهم سكر وزيت، وده جزء من الوسائل الاساسيه في الدعايه الانتخابيه. خلاص، وبأس الناس في جهلهم، في ان الناس ما عندهاش قدره على انها تفكر، سواء ان انا لو انتخبتك انت وصلتني لمرحله لو انتخبتك هخش الجنه، وكلنا عايزين نخش طيب الجنه. طيب في حال صدور القانون والتصويت عليه وطالما ان التيار الاسلامي هو المسيطر في البرلمان فممكن ياخذ الاغلبيه ويقرر القانون، هل تعتقد انه ذلك سيكون تهديد واضح وصريح لحريه الفن والتعبير في مصر؟ انا لا اعتقد ان لا الاخوان المسلمين ولا الجماعات السلفيه عندها قدره انها تهز اي جزء من ابداع المبدعين الموجودين في الشعب المصري، لاننا احنا مش واخدين هذه حريه الابداع اللي بتحصل دي، احنا مش واخدينها بعد الثوره، احنا بقالنا مئات السنين. حضرتك بتقول ما عندهمش القدره، طب اذا كان عندهم القدره ان هم هيعملوا الدستور مش هيبقى عندهم القدره ان هم يهزوا حريه الابداع والتعبير؟ ولا عندهم قدره يعملوا الدستور. انا بقول لك يعني شبيك من الشكل الرسمي اللي بيحصل، نحن شعب، وهقولها لك كده بالبلدي، يعني احنا ملناش ملكه. خلاص، احنا شعب ملوش ملك، سيبك من القوانين، القوانين اللي هيحطها اذا لم تكن متوائمه مع الناس. ازاي اسيبني من القوانين؟ اذا في قانون قانون سينفذ خلاص. ماشي، مش خلاص، مش هيحصل. اللي بقوله لحضرتك، هم اعتبروا ان اغلبيتهم في مجلس الشعب هيعملوا كل شيء كانوا بيحلموا بيه. انا بقول لحضرتك، انت مش هتقدر تموت فكره اللي اذا كنت بتقول ان انت مش جايز الاقي وسائل اخرى، بالمناسبه يعني الفكره عشان اطرحها جايز الاقي وسائل اخرى غير اللي هو بيتحكم فيها، بس في الاخر هلاقي وسائل، والا يبقى هم مش مستوعبين ان هذه الثوره قامت بوسائل مختلفه عن ميديا التلفزيون والجرايد والصحافه. طب انا عايز اسال حضرتك سؤال قبل ان انتقل الاستاذ جمال. ايضا الناس اللي ترى حضرتك ان هم ما وقفوش في الطوابير علشان الدين وكده، لكن مصر معروفه انها تحب تلتزم بالتقاليد، وما يقدم من فن الان هو اقرب منه للابتذال اكثر منه للفن، وبالتالي ربما يلقى هذا القانون قبولا كبيرا عند قطاع كبير من المحافظين في مصر وهم شريحه كبيره جدا، وبالتالي فين نقطه وجهه نظرك دلوقتي؟ هو في فرق بس بين ان احنا نحاول نقول ان حريه التعبير هي عروه اباحيه، يعني فكرة أن تلتصق كلمة حرية التعبير بالعري والإباحية ده أنا شايفه يعني شكل مغلوط في أن احنا نحاول يعني توجيهها بهذا الشكل. أنا ضد الابتذال، وأي فنان ملتزم ضد الابتذال، والابتذال يعني عندي أنك تجيب أبو تريكة بيجيب جون في فيلم والفيلم مش مستحمل أنك تجيب ده،
خلاص يعني في وسط الفيلم كده الاقي ابو مشهد واحد قاعد بيتفرج على التلفزيون وابو تريكه بيجيب جون، يعني نوع من انواع ابتزاز الجماهير لانها تشوف العمل. هو نفس يوازي مشهد جنسي اذا كنت شايف ان ده اللي هيدخل الجماهير. لكن حرية الإبداع والمشاهد الإباحية ومش الإباحية ما أراه أنا إباحي قد لا يراه الأستاذ جمال إباحي، والعكس صحيح. وما يرى أن ده ضد قيم المجتمع جايز أنا أراه مع قيم المجتمع. وبالتالي الفن ما فيهوش واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا ده ذوق عام موجود وانت بترتقي بيه أو بتقلله، لكن في الآخر هناك فن بيطرح. وفي الاخر جماعه الاخوان المسلمين قالت انها هتشكل شركات انتاج، هي هتعمل فيلم وانا هعمل فيلم، ستشكل شركات انتاج. استاذ جمال، هل هناك يعني هل نحن الان نسير على خطى اسلمت الفن في مصر؟ لا، احنا مش عايزين نكبر الامور ونديها شعارات يعني اكبر من حجمها شوي. اولا يعني معلش خلينا نتفق على ان هذا الامر المطلب او هذا القانون او هذه اللائحه او هذا الاجراء يعني ليس بدعا في مصر، يعني تقريبا ده ما فيش دولة في العالم ما فيهاش القوانين دي منظمة، وفي مشاهد معينة تطرح لسن معين ومحظور طرحها لسن أكثر من كده، في مثلا مشاهد كذا، في مثلا في ساعات بس المشاهد الإباحية أو الخارجة أو عند مستوى معين لا تطرح إلا بعد ساعة زمنية محددة. احنا ما نقدرش ننكر الكلام ده ونقول لا ده ما فيش ده، إيه ده المسألة سايحة وما نقدرش نقول بقى يعني إيه إباحية مش، لا الكلام ده مش صحيح. دي حاجة. الحاجة الثانية انه خلينا برضو من الناحية العملية هنا لما نيجي نتكلم، هي المسألة فيها قدر كبير من الرمزية، يعني انه انا هو طبعا مش هيقدر، الفضاء ما هو مليان إباحية ومليان، لكن هو عايز يدي رمزية انه مصر دولة تحافظ على هويتها، تحافظ على تقاليدها. لكن لما تيجي انت من ناحية حتى لو يعني حتى لو القانون بتاع الشيخ سيد عسكر ده اتوافق عليه وصد عليه، تعالي من الناحية التطبيقية هتجد فيه اجتهادات كتيره جدا. طيب. انت مثلا انت طرحت المشهد ده مثلا، لا هيحصل فيه اجتهاد جدل كبير، لا المشهد ده ما اعتبرش خليع ده. هذه الدول التي تتحدث عنها هي تقوم بالتنويه والاشاره قبل الفيلم بان هذا الفيلم يناسب لهذا العمر وهذا السن ولا يناسب هذا العمر او هذا السن، لكن ما بتقولش للناس لو اتفرجت عليه انا هحبسك، ولو اتفرجت عليه انا هقفل لك القناه، ولو انتجته انا هحبسك واقفل القناه، الاثنين مع بعض. وهي بتترك، هي اللي بتترك اكتر من مجتمع مصر المحافظ بان يترك ذلك للبيت ان هو يربي ما بيدخله، يختار ايه وما يختارش ايه، يشوف ايه وما بيشوفش ايه، في ظل وجود سماوات مفتوحه كما قلت انه في ما تقدرش تحجب حاجه دلوقتي القناه الفضائيه التي يعني الزمها القانون او اللائحه مثلا في بريطانيا قبل الساعه 12 بالليل أو قبل الساعة 11 بالليل بتوقيت جرينتش ما تذيعش أفلام بمستوى كذا. لو ذاعته قبل كده إيه الإجراء اللي بيتخذ ده؟ مش هتتخذ إجراء ولا هطبطب عليه؟ في إجراء قانوني بيتخذ. وبعدين اللي هنا القانون اللي طالع مش طالع عشان يعاقب اللي بيتفرج، لا ده هو بيعاقب المسؤول، لأن المسؤولية الأخلاقية والقانونية يعني تتوجه إلى الأداة الإعلامية. وبعدين زي ما بقول لحضرتك لأنه يعني إذا تركت الأمر يعني بانفلاته من الممكن تجد الأمور حصلت حالة من الاستباحة. حتى نشرك المشاهد معنا، هناك تساؤل على الفيسبوك، موقع الفيسبوك المتعلق بالجزيرة مباشر مصر، بيسأل حضرتك ما مفهوم الإباحية في ظل القانون الجديد؟ لا والله مفهوم الإباحية ده يتحدد بقى بإجراءات، لكن مفهوم الإباحية ده يسأل عنه العالم كله اللي هو حدد، يعني احنا بنتكلم في كده كلام منتهي، العالم درسه من 50-60 سنة ووضع له لوائح وما نقدرش هفسرها له دلوقتي، وهو مش مثلا مش هيطلب مني مثلا اجيب له مشهد لروبي ولا لنسى اسمه ل وهبي او فلانه او ايا كان من الاسماء يعني، او مشهد في فيلم او كذا اقول له ده كذا. لكن احنا بنتكلم في يعني مبادئ، خلينا احنا متفقين على المبدا، بعد كده في التفاصيل خلاص في مساحه كبيره للاجتهاد. دكتور محمد، ان نحن متفقين، انا بس عايز اتفق معاه في حاجه كتير جدا. انا يعني مفاجئ بوجهه نظر متقدمه وسابقه ناس كتير في هذا الاتجاه. فكره حريه الاختيار دي مهمة جدا. فكرة ان انا اما اجي اعمل فيلم، وده اللي احنا بنطالب بيه، انا عايز اجي اعمل فيلم اقول ده الفيلم ده ممنوع لاقل من 18 سنة واحط دايرة حمراء عليه، اي ان هذا الفيلم به مشاهد جنسية.
احط دايره زرقاء ان في الفاظ انا اقصد تقدري تعملي الكاتيجوري ده وفي الاخر انا صاحب انا صاحب القرار ان ادخل الفيلم ده او ما اخشوش. وبرده المفروض ان القنوات التلفزيونيه وانا متفق معاه تماما القنوات التلفزيونيه لما تاخد هذا الفيلم اللي عليه الدايره الحمراء تحط دايره حمراء وتقول ان ده هيتذاع بعد الساعه 12 عشان ولادي يدخلوا جوه. اذا كانوا ولادي بقى انا ما عرفتش اربيهم ده موضوع تاني خالص، لكن انا متفق معاه تماما ان اديني يعني احنا شعب كبر حتى واحنا جهله واحنا احنا انت اديتني حريه الاختيار لما جيت ادخل مجلس الشعب، لما جيت تدخل مجلس الشعب وقلت انا خدت اغلبيه من الناس دي انها اختارتني فوافقت على اختيارهم، ليه بعد شويه عايز تبقى انت واصي عليهم وتختار لهم ولا قوي يعني. بس انت دكتور محمد فكره الرقابه الذاتيه انت اديت صوتك للحريه والعداله؟ لا مش مهم لا, لا, لا انا ما اديتش صوتي لا لا ما انا بقول انا ما اديتش صوتي للحريه بس انا اعتبرهم خدوا الاغلبيه وافقتهم فهو احترم القرار يعني. فكره ال يعني الرقابه الذاتيه ليه ما عليهاش عامل كبير؟ ليه مش بننمي فكره الرقابه الذاتيه من غير قوانين بتخليك انت تقول لي اتفرج على ايه وما اتفرجش عليه؟ لا لا انت عندك بنيه الفكر الاسلامي بكامله بنيه تقوم على الضمير على تحريك الضمير وعلى ان تعبد الله كانك تراه فاذا لم تكن تراه فانه يراك. بس انا كده هعبد الله عشان معلش. انت هتعاقبني لو انا ما عملتش كده. لكن انت عندك مبادئ برضو ان الله تعالى لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران. في واحد ممكن تكلم واحد بلطجي هتعمل له ايه؟ هتسيب بالراحه ويا حبيبي وابني ومعلش النظام ما فيش فايده هو قفلت دماغه وهيرتكب الجريمه لازم لكن كرادة. الجريمه دي ستقع على الاخر. نحن نتحدث الان عن شيء خاص بي انا على المستوى الفردي. طبعا ما احنا بنتكلم في مبادئ ما احنا بنتكلم في مبادئ عامه دلوقتي. انت دلوقتي البث الفضائي ده انت اخده بموجب قواعد انت بتبث يعني البث بتاعك ده في بموجب دوله وفي مجتمع معين فالمجتمع ده ما تفرضش عليه قيم مش هي بتاعته وتقول لا ده حقي لا يبقى لازم يكون في توافق اجتماعي يعني بينك وبين في مساحه تقارب بينك وبين المجتمع اللي انت فيه. انت عايز والله تعمل حاجه تانية خلاص اطلع فوق قوانين مختلفه. انا متفق معاه انا متفق في القنوات التلفزيونيه بمنتهى الصراحه يعني انا في بعض الاحيان اشاهد مقدمات افلام في التلفزيون في اوقات الظهر والساعه 3 والساعه 4 لا يصح طيب أن يراها طفل. اختلفنا أو اتفقنا على أنه هذه المقدمة لا يصح أن يراها فلان أو لا يصح أن يراها فلان الآخر. فكرة وجود رقابة أو فكرة وجود قانون. لا 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 أنا عشان كده بقول لازم هذا الإعلان يبقى يا إما له أوقاته يا إما له تحذير وبعد كده سيبنا أنا أختار. طب لماذا لم تتخذ المجلس هذا يعني هذه الطريقة إنها تنبه وتنوه قبل أن تصدر قانون؟ طيب احنا دلوقتي ليه البديل كان القانون على طول؟ ما هو يعني أي تنبيه أي إجراء أي معنى أنت هتقوليه هيتحط في قانون يعني احنا كده ما اختلفناش إن في قانون هيتحط. احنا كده بنختلف في يعني إيه يعني نفند بقى تفاصيل القانون. القانون ده يحط علامة زي ما بيقول الاستاذ محمد هل يحطه عند وقت كذا فهي مساله القانون. القانون كمان الاقتراح اللي قاله قال لاننا نعيش عشنا 60 سنه في حاله امتهان للاسلام ودي بقى اللي انا بحط عليها كروس وخطين ثلاثة أربعة. لا احنا لم نكن نعيش في حالة امتهان وبالتالي السؤال اللي انا طرحته الأستاذ جمال جاوب عليه حضرتك هل تعتقد انه ده اتجاه لأسلمة الفن في مصر؟ طبعا هو محاولة بص هي مش حقيقة لكنها محاولة لأسلمة المجتمع كله أو صبغته بشكل إسلامي والشكل الإسلامي لا يعني ان الناس دي مش مسلمين ولكنه شكل إسلامي يخضع لمناطق معينة جاي منها إسلام بشكل معين إحنا عايزين نصبغ به هذا المجتمع وعشان كده بقولك إحنا ملناش ملكة هذا البلد ملوش ملكة ما ينفعش تحولينا كده. ممكن يبان على السطح ان شكلنا كده لكن في الحقيقه مش صحيح. نعم استاذ جمال هناك ايضا سؤال يتعلق بحضرتك انه يعني تعتقد لماذا كان القرار من داخل هذه اللجنه داخل مجلس الشعب بقانون يتعلق بالمواقع الإباحية على القنوات الفضائية قبل أن يكون هناك قانون يتعلق بالقنوات الدينية والبرامج الدينية التي أحيانا تروج لأشياء غير صحيحة لا تتعلق بالدين ولا تتعلق بالإسلام؟ ما هو أنت إذا رفضت المسألة من حيث المبدأ أنك أنت تحطي قواعد
أو تحطي قوانين إعلامية وحرية التعبير أو حرية الفضاء مطلقة مش هتقدر تتكلم في الكلام. أنا معاك إن في قواعد لازم توضع برضه القنوات الدينية. في قنوات ممكن بتستخدم الدين بشكل إن هو يهيج السلام الاجتماعي أو يهيج البلاد أو يمثل يعني حرائق طائفية، وده لازم أضرب على يدي. لكن أنا هي المسألة تيجي إزاي بقى؟ تيجي ان يكون في منظومه. يعني انا بتالي ان فكره ان هو تعمل قانون مثلا للفضائيات وقانون لمواقع الانترنت وقانون للفضائيات الدينيه، الكلام ده مش هيكون عملي الى حد كبير. يعني هي المفروض يكون في لجنه تشكل، لجنه وطنيه تشكل وتناقش قضيه الفضاء وتضع ميثاق اخلاقي جديد، تضع يعني معايير جديده، ووفق هذا الحوار ما يتمخض منه عنه نستطيع ان احنا نضع قانون عام او قانون موسع او شامل وقانون يكون حاضر. انا في نقطه بس مهمه، انا قبل ما ياخذني الكلام، مساله انه يعني القلق من الاسلاميين لما جم البرلمان، يعني انا في تصوري المفروض ان القلق ده يخف ما يزيدش. ليه؟ لأنه الإسلاميين الآن هم قبل ذلك كانوا مهمشين، والواحد منهم ممكن يقول الفتوى مش في دماغه حاجة، لا يتحمل أي مسؤولية قرار ولا مسؤولية. الآن لما تدخل وتتحمل مسؤولية قرارك ومسؤولية دولة، أولا بتضعك أمام مسؤولية، فتيجي بعد كده لما تيجي تتخذ قرار، تعمل قانون، تعرف أن القانون ده سيتحول إلى سيمس 80 مليون واحد، 80 مليون مواطن، فلا تعمل حسابك ألف مرة قبل ما تطلع قانون. يعني أنا بتالي الإحساس بالمسؤولية، هل أنت حاسس بتحول فعلا حقيقي بالنسبة للقنوات الدينية الكثيرة جدا. أنا أضرب لك مثلا التيار السلفي على سبيل المثال. التيار السلفي ده كان قبل حوالي سنة من دلوقتي، تعالي اسألي مثلا عن السياحة، يقول لك السياحة دي حرام، والسياحة دي بوابة للفساد وبوابة للتغريب وكذا. تعالي اسألي دلوقتي عن السياحة، يقول لك أنا سنحمي السياحة، سندعم السياحة، سنتوسع. ليه؟ لأنه هو كان بيقول الفتوى هو قاعد في الجامع، مش في باله، مش ما عندوش مثلا ان في 15 مليون مصري بيتعيشوا من القطاع ده دلوقتي هيقفلوا في الشوارع. دلوقتي لما حس بالمسؤولية، لا والله انا ممكن يعني ايه اقيد، انت عندك مشكلة في السياحة معينة، لا ممكن تقيدها، ممكن تظبطها، لكن لا تستطيع ان تقول انك ضد السياحة. يعني فالإحساس بالمسؤولية بيغير كتير من المفاهيم. أستاذ جمال أنا أرجو، أنا آسف إن هقطعك أستاذ جمال، أرجو أن تنصر أخاك ظالما أو مظلوما أن ترده عن ظلم، مش هقف معاه في الغلط وفي الصح. هذا المجلس قارب 100 يوم ما جاش ناحية أي حاجة بتمس الناس، أي حاجة. وقف اتكلم على الغاز، الموقف. وقف اتكلم على البنزين، الموقف. وقف اتكلم عن احداث بورسعيد، الموقف. مفيش حاجه اتاخدت، مفيش شيء اتاخد من هذا المجلس اللي اصبح مسؤولا. هو الجاي بيقول كده عن نفسه، واحنا بنقول انه الجهه الشرعيه الوحيده اللي موجوده في المجتمع. طيب ده المجلس والبرلمان، نيجي للسينما بقى. هي. كان من المتوقع ان تاتي السينما بعد الثوره بما هو يعني يحمل قيمه، والمفاجأة كانت بأفلام في الحقيقة أكثر ابتزالا من قبل الثورة وأكثر سطحية من قبل الثورة. إيه السبب من وجهة أقول لحضرتك؟ في حاجتين. أولا السينما ما رجعتش أصلا، دي كلها كانت أفلام موجودة أو بتتعمل من قبل الثورة، ما فيش أفلام بتتعمل. أدي واحد. اتنين، جرى العادة في الأفلام المصرية القديمة لما البطل يحبط يروح البار يذكر، لأنه الدنيا مظبوط. احنا حصل لنا إحباط بعد الثورة من قوة الثورة المضادة العظيمة اللي طلعت على كل القنوات، وأنا بعتقد أن الإخوان المسلمين شاركوا في الثورة المضادة، ويزعلوا وما يزعلوش. انا بقى يعني الموضوع تبقى واضحه عشان احنا بطلنا، او انا على الاقل خدت قرار بان بطل اطبطب خلاص. فان هناك ثوره مضاده من الاعلام ومن اغلب القوى الدينيه ومن المجلس العسكري ومن الفلول اللي كانوا موجودين قبل كده ومن المرشحين نفسهم لمجلس لرئاسه الجمهوريه، كل دول عملوا احباط للناس غير طبيعي. فحين يحبط شعب مش هتعمل لهم الحنفيات خمر، أصبح هذا هو البديل للتغيب، إنك تروحي فيلم زي من الأفلام اللي موجودة دي تغيب عن الوعي لمدة
ساعتين وتاخد بعضك دي انا بسمي ان دي أيوة أغيب عن دي افلام بحاجه دي كوميديه أفلام مش بالضروره تكون مبتذله ومسفه. انا بقول لك دي افلام انا ضدها وهي افلام تغيب الوعي في مرحله لا يمكن ان احنا نطلب من الناس ان يغيبوا عليها. هذه الافلام مسفه ومحاوله للكوميديا اللي دمها تقيل ومحاوله بدليل ان بعد الثوره على طول اتعمل افلام زي دي ما رحلهاش واحد. بعد الثورة باربع خمس شهور اما الناس بدأت تحس بالاحباط نزل فيلم من دول عمل 16 مليون جنيه اللي هو شيء لم يكن متوقع، لكن الناس في حالة احباط وعايزة نوع من انواع الانتحار. الانتحار بقى الذهني، الانتحار الذاتي، التغيب عن الوعي اللي هو مش قادر يواجه الواقع بتاعه فيروح يغيب بهذا الشكل. ولو رجعنا للتاريخ هنلاقي اغلب هذه الافلام جت بعد الحرب العالميه الثانيه، جت بعد حرب 67. خلاص الاحباطات تؤدي الى افلام بهذا الشكل. ولهذا انا مش هحط دول في كاتيجوري او في الصف بتاع افلام السينما، ولكنها احطها في افلام تغيب الوعي اللي بتطبع مع حاله. ولكن انتوا عليكم عامل ان انتوا بتشاركوا في هذه الحاله، حاله تغيير الوعي. لا لا، ما هو اللي حاصل ان احنا ما انتجناش. انا واحد من الناس، واغلب المنتجين اللي هم منتجين بجد ما انتجوش. يعني احنا قعدنا، اولا انت عندك حاله امنيه يعني مصنوعه، خلاص يعني ما يسمى بالفوضى المخلوقه، مش الفوضى الخلاقه، الفوضى المخلوقه اللي خلت الناس تخاف تروح السينما بالليل، اللي خلت ففي الاخر اصبح فيه عامل اساسي انا ما اقدرش احط في فيلم 7 8 10 مليون جنيه عشان يجي لي في الاخر 2، فيعمل فيلم تافه بفلوس قليله تيجي فلوسها، وكان الله بيصر عليهم عشان يقدر ياكل الناس وياكل كمان في عاملين في هذه الصناعه. لازم عشان كده طلع مفهوم، وده لا هتكلم فيه مع استاذ جمال، مصطلح بداية تعليقك على كلام دكتور محمد ومصطلح السينما النظيفة الذي كان طلع في يوم من الأيام وبرضه تم انتقاده من قبلكم. لا هو طبعا كلام محترم، كلام دكتور محمد، انه يعني انه الافلام اللي صدرت الان يعني افلام تغييب للوعي، تغييب للعقل، يعني افلام مخدرات تقريبا يعني. لكن انا اختلف ان هو يفترض ان الفن او اي قطاعات حيويه في المجتمع في لحظه تحدي زي كده ما تغيبش، بالعكس ده هي المفروض تحقق الصدمه وتحقق الصلابه وتحقق الصمود في لحظه قاسيه ولحظه فارقه من عمر الوطن. لكن مساله اللي هو السينما النظيفه والفن النظيف، انا شايف دي شعارات او لافتات اكثر منها واقع حقيقي يعني. لكن المسائل كلها تبقى مسائل تقديريه. وبعدين هي التوترات التي تحدث في المجتمع بشكل عام وبين التيارات السياسية والدينية بتنعكس على الفن كما تنعكس على الثقافة، كما تنعكس على أشياء كثيرة جدا جدا. كلما خفت هذه التوترات كلما كانت هذه المشكلات التي نتحدث عنها بتخف بالتبعية. يعني أحيانا تكون قضايا الفن، يعني أحيانا معركة، مثلا معركة قامت على فيلم والحقيقة أو على رواية، وفي الحقيقة المعركة ليست متصلة جوهريا بالفيلم والرواية، إنما بما وراء في تيارات هنا بتلعب هنا وتيارات بتضرب، كله بيضرب بيستخدم دي بس إيه يعني وجهة، لكن الكل بيلعب في معركة تانية بعيدة عن أصل المشكلة. بس هقدر أقول بس إن في أفلام زي أسماء، زي 6 7 8، في أفلام جيدة نزلت لكن لم تحقق عائد، وهي دي المشكلة بقى. عشان كده بقول لك 6 7 8 ده اتظلم لأنه جه قبل الثورة على طول، لكنه في الحقيقة كان بس عايز أسماء بعد الثورة. واسماء فيلم جيد جدا جدا جدا، وفي افلام كتيره مش متذكر جيده، لكن هذه الافلام لم تحقق عائد مادي يخلي اي منتج يفكر يعمل فيلم بهذا الشكل في الفتره الحاليه. لكن وبالتالي السؤال بقى، هل يجب ان يكون هناك قانون علشان المنتجين ما يستسهلوش ويعملوا حاجات رخيصه ومبتذله علشان هو ده اللي بيجيب فلوس؟ طيب لو لا، طبعا انا مش موافق على هذا الكلام، ولا مفيش قانون يحكم فن ولا يحكم ابداع. لكن انا بقول لك، وانا مش انا بقول لك دي افلام انا ما احبش انها تبقى موجوده في السوق، لكن هذه الافلام فتحت بيوت ناس، لان لو ده اتقفل كمان مفيش حد هينتج. يعني في كل فيلم من 120 ل 150 ل 200 اسره بتاكل وتشرب من هذا الفيلم. طب الناس الناس برضو في ناس بتاكل وتشرب من المخدرات، هل ده معناه ان انا لا 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 اجعلها متاحه؟ لا لا، الموضوع مش كده خالص يعني. ما تروحيش في الاكستريم قوي كده، لكن انا بتكلم ان هذا ابداع. هذا ابداع على قد صاحبه.
لو ده بقى العملة الجيدة التي تطرد العملة النظيفة، لو كان في ده وفي ده في وقت معين، احنا في ظروف استثنائية، وبالتالي انا مش قادر يعني مش قادر اهاجم فيلم زي ده. لكن في الظرف الاستثنائي اللي احنا فيه كان في افلام جيدة لم تستطع ان تحقق ايراد. دكتور محمد، نحن الآن بصدد وضع دستور جديد. اولا، هل تعتقد انك انت شخصيا ممثل في هذا الدستور، في هذه اللجنة التي تم اختيارها؟ لا، ولو كنت يعني دخلت كنت هنساب وانا اعلنت. لا، مش قصدي ان حضرتك بنفسك تبقى جواها. انا لا طبعا، لكن هنا هل هناك في داخلها من يمثلك؟ لا 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 لا، بالتاكيد لا. بالتاكيد احنا قلنا من الاول ان هذه اللجنة بالصياغة اللي اتعملت بيها هي لجنة تمثل، هيبقى فيه قلنا يعني من 35 ل 40 واحد اتجاهات اسلاميه من داخل المجلس، ومن 35 ل 40 واحد اتجاهات اسلاميه من خارج المجلس. اذا هيبقى في حدود 80 يشكلوا التيار الاسلامي بشقيه، و20 كومبارس متكلم. نعم. اذا كيف ترى وضعيه الفن والابداع وحريه الراي والتعبير داخل الدستور الجديد؟ هذا الدستور يعني انا اثق في القضاء انه هيسقط هذه اللجنة، عندنا جلسة بعد بكرة. أثق أن اللجنة هذه لأنها غير دستورية، وهذا الدستور إذا طلع بهذا الشكل لن يمثلني ولن يمثل الآخرين. المشكلة مش بيمثلنا أنا، هذا الدستور مش هيمثل عامل، مش هيمثل فلاح، لكن هيمثل خبرات الناس اللي موجودة، اللي هي أرجع تاني وأقول كان كل همها خلاص البنت من أول ما تبلغ لغاية لما تتجوز وتطلق، ده كل همهم. المرأة، تهميش دور المرأة في المجتمع وتحولها إلى شيء، ده في أدبياتهم موجود. وبالتالي أنا لم أرى واحد من هذه من الثمانين اللي اختيروا وأسمائهم موجودة له في أدبياته اللي كتبها مرة حق الدفاع عن المرأة، حق الدفاع عن عامل، حق الدفاع عن فلاح، حق الدفاع عن لقمة العيش. ما شفتش ده. أنا شفت كلها قضايا محددة في كيف نقهر المرأة، كيف أن ده نوع من أنواع تكريمها وما شابه، وباقي الأشياء الخاصة بالمجتمع أنا ما شفتهاش الطرح. أنا مش عايزة أبتعد كثيرا عن موضوع الحلقة، ولكن أود لو ترد أستاذ جمال على هذه النقطة المتعلقة أولا بداية بتهميش دور المرأة وبإثارة موضوعات ليست هي المهمة ولا على أوليات المواطن المصري الآن، ثم نتطرق إلى وضع الفن في الدستور الجديد وحرية الرأي. نعم، لا هو طبعا هي المسألة فيها قدر من المبالغة شوية، المبالغة من القلق من لجنة. ليه مش ده بيحصل فعلا في البرلمان؟ لا مش بيحصل. لا معلش، يعني أولا اللجنة، أولا نحن لا نتكلم عن دستور، يعني خلونا بس نحن لا نتكلم عن نص دستوري الآن، احنا لسه ما وصلناش للنص الدستوري، احنا بنتكلم دلوقتي عن لجنة، اللجنة التي ستناقش أو تصوت على مواد الدستور الجديد. هذه اللجنة ممثل فيها اليسار المصري، زي واحد زي راجل محترم زي عبد الغفار شكر، هذا ممثل فيها، لو في أسماء أخرى ممكن أعد لك، الناصريين، الناصريين مثلا زي الأستاذ سامح عاشور، زي الأستاذ سعد عبود، زي غيره، أنا مش فاكر، أنا مش محمد، بس دي الأسماء المعروفة يعني. في إخواننا الأقباط المصريين، نعم، ست أقباط وست مرأة، يعني هي أنت بتتكلم تقريبا حوالي مثلا 40 واحد من القوى السياسية. لا 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 لا، هذا رقم، هذا رقم. لا لا معلش، أنا احنا كنا دلوقتي استاذ جمال على كل حال، بس الأسامي. لا لا، الاسامي انا برضو عندي يعني. المساله مساله ايه، انه مش كل دول هيطبخوا الدستور على فكره، مش ال100 واحد الدستور مش هيطبخ على 100 واحد. الدستور ده 7 8 هيشكلوا نص الدستور، وبعدين الباقي ده مجرد مناقشه او التصويت على النصوص دي. ثانيا، الشيء المهم جدا ان الدستور المصري ما عليهوش خلافات جذريه الان، يعني المبادئ الدستورية اللي احنا المطروحة الآن احنا خلاص ناقشناها من أيام من نهايات عصر مبارك وشبه متفق على كل شيء. الخلاف الحقيقي سيكون في شكل الجمهورية، هل هي جمهورية برلمانية أو جمهورية رئاسية، هذا هو التحدي الأساسي يعني. لكن بعد كده كل الأمور شبه متفق عليه. الأمر الآخر أو الثالث، أنه أنت في النهاية أنت تصل إلى نص دستوري ليس هو الذي سيقرر دستورا، وإنما هو النص الذي ستعرضه على المجتمع وعلى الشعب، والشعب في النهاية يرفض يوافق، يبقى ده حق الشعب في النهاية. فأنا عندي أكتر من فلتر وأكتر من مرحلة، أنا ليه أسبق وأقول هيطلع دستور ضد المرأة؟ ده لسه ما طلعش يا جماعة. بس في مؤشرات؟ فين المؤشر؟ ما في أي مؤشرات، ما فيش أي مؤشر، بالعكس بالعكس ده في ضغوط. أقصد بما يتم مناقشته داخل البرلمان. لا 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 أبدا، ده في بالعكس
التيار الإسلامي حرص على أنه يرسل إشارات مهمة جدا، قال أنه طيب. ليست لدينا أي مشكلة في أي صيغة، فقط لا تمس ما يتعلق بهوية الدولة إلا طيب. المادة الثانية من نعم. دكتور محمد، هو لدي وجهة نظر أيضا واضحة أنه ليه التخوف إذا كان المواد بتاع الدستور ليه ما طلعتش أصلا؟ البدايات الصحيحة تؤدي إلى نهاية صحيحة، والعكس صحيح، والعكس غير صحيح، والعكس صحيح. البدايات الخاطئه تؤدي الى الى نهايات خاطئه. اذا كان البدايات بتقول احنا 80 واحد من طيار واحد، ادي واحد. اثنين، هؤلاء ال80 طرحوا كل القضايا اللي قبل كده عن المراه وعن العمل وعن وعن وعن، كلها قضايا انا شايفها قضايا قشريه. لا انا عايزه نركز بس على الفن وحريه التعبير. ماشي، انا هرجع للفن طيب. بس انا بقول لحضرتك ان ال80 واحد دول انا اتحدى ان حد فيهم كتب مقاله مره نصره للمراه او نصره للعاملين طيب. او ما شابه. نعم. بالنسبه للفن خلاص، طبعا الدستور مكتوب وهنختلف على حاجتين خلاص. المادة الثانية في الدستور السلفيين عايزينها بشكل، والشكل السياسي الإخوان عايزين برلماني، وهيحصل كومبرومايز بين الاثنين، أوافق لك على دي وتوافق لي على دي. ففي الآخر في 20 كومبارس متكلم موجودين، اللي هو اتخذ كمان قرار بأن التصويت 50+1 حتى نعم. مش ثلثين نعم. أما بالنسبة للفن هيقولوا حرية الفن بما لا يخالف خلاص شرع الله اللي هم شايفينه، لان شرع الله ده كل كويس. واحد كويس. فيهم شايفه بطريقه اللي هم شايفينه. بهذه الاجابه انتقل اليك، انه الكلام عن تصريحات قيادات التيار الاسلامي عن الفن تاتي عاده في المطلق، يعني ما بتتكلمش مثلا عن فن الباليه مثلا، عاده يرتبط فن الباليه بالفن الراقي، بالرقص الشرقي، وغيرها، يعني ما فيش محددات للحديث عن الفن. ما هو لما بتقولوا تصريحات مش بتحددوا. ما هو طبعا لانها كلها يعني نوع من الهواجس. معلش انت بتتكلموا يا جماعه عن تيار حقيقي مهمش، تيار مهمش له 60-70 سنه، تيار معظم يعني قضى في السجون والمعتقلات اكثر مما قضى في اجواء الحريه، وقضى كان بعض احدهم كان يقعد في الاسكندريه يقول ممنوع عليه بحظر ما تمشيش بره الاسكندريه، لو جه القاهره لازم ياخد تصريح. انتوا بتتكلموا عن وضع برضه كان وضع يعني طيب هذا التيار المهمش عن الهواجس، يعني مثلا عنده هواجس هو وبعدين شايف هو شايف معلش المشاهد اللي فيها بوس، هل ده سيحرم في الوقت القادم في لا والله ده اولا الباليه يعني ما تاخذنيش يعني كم مصري بيهتم بفن الباليه يعني احنا عمرنا لو سالت احنا دلوقتي حوالي 85 مليون مصري تشكيلي برضه 84 مليون و900 الف ما يعرفوش الباليه اصلا النحت في ناس لا يعني ماشي ماشي كل الكلام ما فيهوش خلاف، دي كلام كله هيخضع لاجتهادات وتوافق، لكن انت متخيله ان اي اعلان في الشارع من الممكن ان الاسلاميين قالوا لا خلاص يتمنع او الكلام ده لن يحدث، يعني 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 لا ينبغي ان احنا نضع اولا دي في ناس عندها هواجس تراكمات سنين طويله من حقها انها تقول وانها تعبر، سيبه يعبر سيبه يقول زي ما احنا بنعبر، زي ما احنا القطاع الاخر او الشط الاخر من الرؤيه او الفكر مستولي على الاعلام بقاله 30-40 سنه وبيقول ويجلد الاسلاميين دول اللي هم ممشين. طيب ده طلع دلوقتي خليه يعبر يعني. لا مش هيجلد طيب بس خليه يعبر بقى ياخد حقه شويه يعبر يفضفض عن جواه، وفي النهايه هتجد ان في المجتمع يصل الى توافق حول كثير من دكتور محمد تعالى يعني رئيس الكتله البرلمانيه للسلفيين لحزب النور اما يطلع في التلفزيون يقول ده اذا شارك المبدعين الفنانين في الدستور ده يبقى دستور ساقط وهيجيبوا لي الطبالين والرقاصين كمان يصيغوا الدستور، هذا هو فكر لا هم رشحوا اشرف هذا هو فكر اشرف عبد الغفور اترشح لان المرشد طبطب على كتفه انتم يعني يعني ده شيء كمان كان فج في شكر الاستاذ اشرف عبد الغفور مع احترامي الشديد ليه، يعني تتخيلي ان كل هذا القطاع اللي هو اي بلد في العالم طيب. بتعمل دستور بتلجأ لمبدعيها ومفكرينها لأنهم عندهم قدرة على الحلم مش عندهم قدرة على شد المجتمع ل 200-300 سنة ورا أو 1000 سنة ورا عشان يعمل دستور. للأسف وقت هذه الفقرة انتهى، ولكن أشكركم شكرا جزيلا دكتور محمد العدل المنتج السينمائي وعضو مؤسس في جبهة الإبداع، أشكرك جزيل الشكر. أشكرك أيضا أستاذ جمال سلطان باحث إسلامي ورئيس تحرير جريدة المصريين، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. مشاهدينا أشكركم أنتم أيضا على المتابعة، إلى اللقاء.